اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده لا سمك ولا فراخ ولا لحم، يعني ارديحي يا شيف؟ لا مش ارديحي ولا حاجه، احنا حريصين كل الحرص بعد اجازه العيد ولحمه العيد، وقضينا فتره طويله مع لحمه العيد وزحمه العيد، يكون مطبخنا مترتب كده ونعمل البقوليات بشكل جديد. معانا الفاصوليا البيضاء، اخواننا في الشام بيهتموا بيها جدا، بيعملوها مقبلات ومتبل وسلطه وحاجات جميله، احنا بنعملها المصريين يخنة، يعني صلصه طماطم مع فاصوليا حمراء وفاصوليا بيضاء بتبقى لطيفه وجميله. انا هعملها النهارده بالطماطم المسبكه من المطبخ المصري، هنشوف نعملها ازاي، واقدر اضيف لك التركايه الحلوه اللي هي الخبره الطهويه اللي هي الكزبره الخضراء مع التومه مع عصره ليمون مع بعضيها وتغلي كده، بالتاكيد هيكون طعمها مميز. معانا اطفال صغيرين على السفره، هقول لك انا مالي يا ماما بالفاصوليا وانا بتاع فاصوليا؟ لا لا لا، انا عامله لك النهارده مجانج مقليه بطريقه جديده. المجانج دي بتتعمل سندوتشات كلنا عارفينها، انا هعملها النهارده كريسبي كده بخلطه مغازيه حلوه، هنشوف نقليها ازاي في قلب الزيت. معانا كمان لهوات السبانخ والاكل الهيلسي، هنعمل السبانخ النهارده فطيره جميله حلوه بحبه البركه. انا من عشاق المخبوزات، او ان اخواننا اللي بيعملوا المخبوزات لما بيحطوا عليها حبه البركه والسمسم بتجيب الريحه من اخر الشارع. هنعمل فطيره النهارده بالسبانخ مع حبه البركه، بالتاكيد هيكون لها طعم مميز جدا. مطبخنا النهارده لا فراخ ولا لحمه ولا سمك، ولكن بطعم جديد ومختلف تماما. عايزين نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل بالتاكيد في مفاجات وفي معلومه غير معلومه وافكار بسيطه طهويه، ولكن بفكر بسيط جدا نقدر نوصل للطعم اللي احنا عايزينه. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوفوا مع بعض تفاصيل الحلقه ازاي. احنا معانا النهارده رخله الفاصوليا البيضاء، دي كان زمان طبعا يعني هي لغايه دلوقتي كمان اكله مفضله في الريف المصري والصعيد المصري، ولكن بتتعمل بتسبيكه الطماطم جامده جدا. انا معنى الطماطم لما تتسبك على النار بالتاكيد بتاخدنا لطعم تاني، وبتبقى كمان مميزه جدا مع بطاطس مع فاصوليا بيضاء مع لوبيا ومحبه سوداء، الحاجات الحلوه اللي احنا بنهتم بيها. تعالوا نشوفوا مع مقادير يخنه الفاصوليا البيضاء بالطماطم من غير لا فراخ ولا لحمه. مقاديرها على الشاشه. فاصوليا بيضه بتتغسل وتتنقع من بالليل، نسلقها تبقى جاهزه معانا. معانا طماطم مضروبه في الخلاط، معجون طماطم، معلقه صلصه، بصل وتوم، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وكمون. لازم الكمون. ليه لازم الكمون يا شيف؟ علشان الكمون طارد الغازات ومشاكل القولون مع البقوليات، وخاصه فاصوليا، حمص، فول، الحاجات اللي ممكن تعمل لنا ازعاج مع البقوليات مع الكولون ومشاكل الكولون. البصلايه على النار مع معلقه زيت حلوه كده. البصلايه لما بتتحمر تحميره لطيفه بتدي طعم لصلصه الطماطم، احنا متفقين على كده. ولكن لو اتحرقت بتبوظ لي كل حاجه. بصلايه على النار اهي. حلوه قوي، وعيني عليها كده تبقى كلها لون واحد عشان تبقى صلصه الطماطم متسبكه ولها طعم حلو، لان دي فاصوليا بيضة، اي لون للبصله هتغير من شكلها ومن طعمها بالشكل ده كده. ولكن انا مع تحميل البصلايه وهي بتتحمر اداها فليفر حلو قوي. معانا عود روزماري حلو، روزماري مع الفاصوليا البيضاء، جربي. انت ما عملتهاش قبل كده بروزماري، جربي، احنا مع بعض. اذا هي مش هتفيد مش هتخسر. مع البصلايه الحلوه بالتاكيد بتشم ريحه حلوه، ما بتشميش ريحه بصل خالص هنا في الحاله دي. بلاش الزعتر، حطي روزماري. لان الاكله بتاعت النهارده ما فيهاش لا فراخ ولا لحمه ولا سمك، ولكن لو عندك شويه شوربه لحمه في الثلاجه طلعيهم ما تبخليش بيهم، عندك شويه شوربه فراخ من امبارح طلعيهم ما تبخليش بيهم. بصلايه تتحمر على النار كده بالشكل ده كده، التومه تتحط بعد تحمير البصله، ده الطبيعي اهو. وهي بتتحمر بنحط معلقه سمنه صغيره، برضو التومه ما تاخدش لون بالشكل ده كده اهو، دي كفايه قوي. بقدر الامكان بلاش الدهون الكتيره. ادي التومه هي بالشكل ده كده، حلو قوي اهو، خلاص كله يختلط مع بعضه. انا بعمل صوص طماطم دلوقتي، او بعمل تسبيكه طماطم لها طعم مميز. البصلايه مع التومه مع العود الروزماري خدوا اللون، خدوا الشكل، بالتاكيد حضراتكم شايفين الطعم الحلو والشكل الحلو، حاسينه طبعا. لما بنقول الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها مش من فراغ.
عندنا طماطم مضروبه في الخلاط ومتصفيه، بننزل بقى بالشكل ده كده. اهي اهي اهي، اللهم صل على النبي. هو ده هو ده. الطماطم بتعمل لي حموضه يا شيف، الله يرضى عليك. نعمل ايه؟ هو ده الكلام. معلقه سكر، معلقه السكر بتشيل الحموضه اللي موجوده في الطماطم، وخاصه لو حط معلقه معجون طماطم. اهي معلقه السكر، ايه ببساطه خالص. بتعملي صلصه بيتزا، بتعملي شوربه طماطم، بتعملي يخنه زي اللي بعملها دلوقتي كده. ونسيبها تغلى على النار تسبيكه. الفاصوليا هنا انا في الامان، مسلوقه وجاهزه زي الفل. ولكن خلونا نقف محطه صغيره كده مع البقوليات، اذا كانت فاصوليا او لوبيا او فول، والحاجات اللي احنا كلنا بنستفيد بيها من البروتين النباتي الحلو اللي هو بديل للبروتين الحيواني، ولكن هو امن بقدر الامكان غير البروتين الحيواني. الفاصوليا والفول والحمص واللوبيا، كل ده علشان لما اجي اتعامل معاه صح استفيد بحاجه كويسه قوي. ايه هو؟ ان انا اغسله من بالليل، وبعد ما اغسله مرتين ثلاثه وانقيها كويس بنقعها في ميه. ميه الفاصوليا، ميه اللوبيا، ميه الحمص بعد ما تتنع بها من بالليل بنتخلص منها ونرميها ونسلق الفاصوليا بميه عاديه. اما ميه القمح لما نيجي نعمل بليله، غسلنا القمح مره واثنين وثلاثه، بعد كده بننقعه في الميه، الميه دي ما تترميش. يفضل ان الصبح نحط عليها معلقه عسل ونشربها. جربي كده الموضوع ده، جوزك نازل على الشغل انت فاجئتيه بكوبايه ميه منقوع فيها القمح من بالليل، حطيت له معلقه عسل وشربها، هتقول له طول النهار نشيط وزي الفل. او تسلقي القمح في قلبها، ده العكس. الفاصوليا غسلناها بالشكل ده كده، وانت بتسلقي الفاصوليا حطي معلقه كمون مع سلق الفاصوليا عشان مشاكل الكولون مع الفاصوليا البيضة. حلو الكلام. انا حطيت معلقه سكر هنا مع الطماطم علشان الحموضه اهو، واحط الملح والفلفل واظبط التسبيكه بتاعتي. بتعمليها بقى باللحمه، الموضوع مختلف شويه. ادي الفلفل الاسود وادي الملح بتاعنا. خلي بالك لو سلق الفاصوليا ما يتحطش عليه ملح، تحط معلقه كمون بس كده، ونسيب الفاصوليا تتسلق على النار. تعمليها بقى سلطه تبقى لطيفه وحلوه مع زيت زيتون، بقدونس ناعم. تعمليها نوع من انواع المقبلات، انا عملتها قبل كده مع طحينه في قلب الخلاط زي الحمص الشام، كان شكلها لطيف وحلو اهو. ناخد الفاصوليا كده، اللهم صل على النبي، نحطها هنا كده. والله لو عندك شوربه لحمه وشوربه فراخ تبقى انت احسن مني، بس انا متعمد ما استخدمش النهارده لا فراخ ولا لحمه في الحلقه بتاعتي خالص. بس في اطفال على السفره ما ذنبهمش حاجه، دايما متعودين على الحاجه الحلوه، فانا جبت لهم النهارده مجانك حلوه هعملها لهم بشكل جديد. ايه الكلام الحلو ده؟ طاقه ايجابيه. انا بقول الكلمه الطيبه، الكلمه الحلوه. الكومنت اللي بنشوفه على السوشيال ميديا على صفحه اكله امي والصفحه الرسميه للقناه الاولى بيدينا طاقه ايجابيه، بيدينا روح تانيه نشتغل، وده المطلوب دلوقتي على فكره. يبقى لا منه ولا كفايه شره زي ما بقول، يعني نسمع كلمه حلوه هنشتغل ونصحى الصبح كده رايقين وزي الفل. اهو معلقه معجون الطماطم انا في امان، حاطط معلقه سكر اقلبها كده، بتغمق لون الفاصوليا بتبقى طعمها حلو. شايف الجوده اهو، واسيبها تغلى على النار بقى لغايه لما هي تتسبك كده براحتها. عشان كده بدات بيها الحلقه بتاعتي. دايما بيقولوا لي يا شيف مغازه هتبدا بايه؟ فانا قلت لهم النهارده الفاصوليا البيضه، لان دي عايزه وقت كبير على النار. الكمون مش هحط دلوقتي ليه يا مغازي؟ علشان الكمون لو غلي كتير بيمرر، وربنا يكفينا شر المرار، قولوا امين. حلو الكلام. بتعملي فول وطبق فول الصبح على الفطار، خلي الكمون جاهز، بس تهرسي الفول بالشوكه، حط على وشه شويه الكمون وعصره الليمون. تاني المعلومه ديت، بتعملي طبق فول على الفطار ما تخليش الكمون يغلي في قلب الطاسه او في قلب الحله. هرست الكمون، هرست الفول بالشوكه، تعصري عليه عصره ليمون مع عصره الكمون كده، والكمون يكون فريش وما تحطش شم ريحته حلوه، هتلاقي البخار طالع مع ريحه الكمون لطيفه وجميله، مشاكل الكولون لا وجود لها. خلينا نطلع فاصل صغير على الفاصوليا بتاعتنا ما تتسبك، ونرجع لفطيره السبانخ الجميله الحلوه اللي هنعملها بعجينه وعجينه الفطاير، هنشوف نعملها ازاي، بالتاكيد لها اسرار. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. نكمل
بص عليها يا حبيب قلبي، والله جيت في وقتك، جيت في وقتك يا حبيبي. ايه اخبار الفاصوليا؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه؟ اهي بص عليها كده، سبكت على النار، الصلصه خدت ونشفت مع الفاصوليا، اتعرفت عليها، حبيت الفاصوليا خدت من لون الصلصه، شربتها، الطماطم اتسبكت. ننزل بالكمون بتاعنا بقى يدلعها. الكمون ده بقى ولا ايه؟ هيعالج مشاكل الكولون. اه الله، تشم ريحه الكمون كده وتيجي رافعها من النار على طول. سن البابريكا حلوه، انا بحبها سبايسي شويه. شكرا، وارفعها من النار يا عم الشيف بألف هنا، وشيف اللي ياكل منها دي. بابا كنا ناكلها مع رز ابيض، انا كنت اكلها كده بين ايد امي الله يرحمها. ممكن ناكلها بالعيش تبقى لطيفه، ممكن تسيبها تبرد في الثلاجه تاكليها كسلطه من نوع من انواع المقبلات. حلو، بس في الحاله دي خلي بالك انا في الاول حاطط معلقه سمنه، المفروض تكون بزيت الزيتون. حلو، اه ناخدها نغرفها الف هنا وشفا للي ياكل منها. فين طبقك يا حلوه؟ اه تستاهل طبق كبير ده. دي يخنه الفاصوليا البيضة من غير لا فراخ ولا لحمه. عايزه تعملها بقى بكفته، تجيب الكفته الضاني تعملها زي داوود باشا. اهلا وسهلا، اللهم صل على النبي. اهي 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 اهي، ايه الحلاوه دي؟ اهي الف انا وشفا زي ما هي كده، هنحطها هنا. تمام، نوسع الدنيا. حاضر عينيا. انا عايز اعمل الفطيره دلوقتي، ادخلها النار، نكسب وقت مع حضراتكم كده زي الفل. رؤية فن ابداع، فاصوليا بيض عملناها بالطريقه البسيطه السهله، عملنا مجانك حلوه للاطفال الحلوين، معانا فطيره في الفرن بالسبانخ بتستوي، شكلها يحمر مع حبه البركه، تبقى لطيفه وجميله. بنشوف الكلام ده كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ بالتاكيد من ماس بيرو.